تسمح شاشة اللمس لمستخدمها بالتفاعل مباشرة مع جهاز العرض. وقد أصبحت هذه الشاشات من معالم الحياة اليومية، من صناديق السوبر ماركت وأجهزة الصرف الآلي، فأجهزة الجي بي اس وهي الأكثر استخداماً في الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. وهناك نوعان شائعان من شاشات اللمس، أولهما يعرف باسم شاشات اللمس المقاومة، وتتكون من طبقتين شفافتين مغلفتين بمواد توصيل، وتفصل بينهما نقاط صغيرة تعرف بالمباعدات، فبمجرد الضغط بالإصبع يحصل اتصال بين الطبقتين الموصلتين ما يولد تياراً كهربائياً. النوع الثاني هو الشاشات المكثفة، ويكثر استخدامها في الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، وتتخذ هذه الشاشات أساساً لها طبقة من المواد العازلة كالزجاج، فتغلف بشبكة رفيعة من الأقطاب الكهربائية تكون أرق من شعر الإنسان، وتحصر هذه الأخيرة بين طبقة زجاجية خارجية واقية وشاشة LCD تعرض الصور. وبما أن جسم الإنسان هو أيضاً موصل كهربائي، يكفي لمس الشاشة بالإصبع لإحداث تغير في المجال الإلكتروستاتيكي الذي يحدد نقطة الاتصال. وتمكن مصممو الهواتف الذكية مؤخراً من وضع شبكة الأقطاب الكهربائية على اللوحة الزجاجية الخارجية أو حتى إدماجها داخل الشاشة. هاتان الطريقتان تسمحان بتطوير أجهزة أرفع وأخف وزناً. إلى ذلك، باتت تطبيقات شاشات اللمس الحديثة تشمل إمكانية فتح الهواتف الذكية باستخدام ماسحة ضوئية بيومترية للبصمات، وبالتالي يلتقط المستشعر السعوي عند تفعيله صورة عالية الدقة للبصمة تقارن مع البيانات المخزنة داخل الهاتف، ولا تتم عملية الفتح إلا إذا تطابقت أقواس البصمة وحلقاتها وجدلاتها.